لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حكم النوم في الصيام، يعني لو واحد هينام وهو صايم ينفع ولا ما ينفعش؟ هل يؤثر على صومه ولا مش هيؤثر؟ أولا بنحس ينفع ينفعش، هو ينفع عادي، يعني النوم جائز في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، لكن هيأثر على الصوم ولا لأ؟ برضو عند عامة أهل العلم لا يؤثر إجماعا، لو هتنام جزء من اليوم لا يؤثر. ولو حتى فرضنا أن أنت نمت اليوم كله اللي هو من قبل الفجر لغاية بعد المغرب، لو فرضنا يعني عند عامة أهل العلم كذلك عند الجمهور، طالما نويت الصيام من بالليل صومك صحيح، مش هيأثر على صحة الصيام. بس لازم ننبه لنقطة بقى، ان يعني احنا مش جايين رمضان عشان ننام، احنا جايين رمضان عشان ناخد حسنات، عشان نعمل طاعات، عشان نجتهد زيادة اجتهاد، مش عشان ننام. فعلى الاقل يعني ما تخليش نومك ده يعرض الصلوات لخطر الضياع. واحد ينام مثلا يروح يضيع صلاة العصر، ينام يروح مثلا يضيع صلاة الفجر، ينام يروح يضيع صلاة الظهر. هو اكيد مش هيضيع صلاة المغرب لان هو عايز يفطر يعني، بس يعني ممكن ينام يضيع صلوات. يبقى انت بتعمل ايه كده؟ ما ينفعش انت تتعمد تعمل كده، انت لازم تبقى ناوي انك انت تصلي وتاخد بالاسباب اللي تعينك على الصلاه. ده الصلاه الفرض، احنا بنتكلم على الفرض فضلا بقى عن النوافل، انك انت تجتهد في قراءه القران، تجتهد في انواع الطاعات كلها وانت صايم. يعني ما تعتبرش ان الصوم ده بيبقى كسل بقى وارتخاء وانا صايم بقى ما حدش كلمني، انا صايم مش هعمل حاجه، انا صايم. لا مش كده، بالعكس الصيام ده بيضيق مجال الشيطان في بدن ابن ادم، فبيزداد قربا من الله عز وجل، جنة ووقاية وحماية من الشهوات، من المعاصي، من الشيطان. فالمفترض انك انت بتكون في حالة ارقى واسمى وانت صائم، فبتكون في حالة ارجى ان تنتفع بالطاعات والعبادات، وارجى ان تكون اقوى على اداء الطاعة بوجه عام، مش يعني الا العبادات اللي فيها مشقة بدنية عالية بقى، زي مثلا الجهاد، الحج، العمرة، الحاجات دي طبعا بيبقى الصيام مثلا ممكن يكون ايه اصعب معاها شوية. لكن عامة العبادات اللي ما بتحتاجش مجهود بدني عالي بيكون الانسان يعني اقرب لادائها بصورة افضل وهو صائم. فمش عايزين مسألة الفقهية بتاعت ان احنا النوم مش هيأثر على الصيام تخلينا بقى طب خلاص بقى نفتح وناخد راحتنا بقى ونعتبر رمضان ده شهر النوم، رمضان مش هعمل حاجة في رمضان هنام. فلا، يبقى ده كده ايه عكسنا المقصود من الشهر الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.